بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 79. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه كلمة عظيمة، كلمة قرآنية، قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، لما أنكر على قومه عبادة التماثيل التي صوروها على صور الصالحين ونصبوها، وصاروا في الأول نصبوها ليتذكروا أعمالهم فيقتدوا بهم، ثم مضى هذا الجيل الذي فيه العلماء ولم تعبد هذه التماثيل، لأن فيهم العلماء يمنعونهم وينكرون عليهم، فلما مات العلماء جاءهم الشيطان وقال: إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها من دون الله عز وجل، عبدوها، حدث الشرك في الأرض ذلك التاريخ على عهد نوح عليه السلام، ثم جاء إبراهيم عليه السلام وأنكر عليهم هذه التماثيل، ما قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أتى إليها على غفلة منهم، أو أنهم انشغلوا بعيد لهم فحطمها وكسرها عليه الصلاة والسلام بيده، وأبقى واحدا منها، فلما جاءوا وجدوا أصنامهم مكسرة، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين، يعني اللي كسر الأصنام يكون من الظالمين، والذي يعبدها يكون من الصالحين، هذا من انتكاس الفطرة. من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى، وإبراهيم عليه السلام، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدوا. فجاءوا بإبراهيم عليه السلام وقالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، الصنم الذي أبقاه وضع الفأس في عنقه، قال: فعله كبير وماذا، ما يرضى أن أحد يعبد معه من دون الله، ما أحد يرضى أن هم لا يؤمنون بالله، ما أحد يرضى
أن يعبد معه أحد، لذلك قضى عليها، فعلوا كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فخصمهم بقوله إن كانوا ينطقون، ما ينطقون، جمادات، جمادات مصنوعة ما تنطق. قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. لجأوا إلى القوة، ما عندهم حجة إلا التقليد ثم القوة. قالوا حرقوه، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فجمعوا حطبا عظيما وأوقدوا منه نارا عظيمة لم يقدروا على أن يقربوا منها، فأخذوا إبراهيم عليه السلام ووضعوه في المنجنيق، آلة قاذفة، ثم رموا به في النار ليحرقوه. قال الله جل وعلا للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأصبحت بردا وسلاما وروضة، وما ضرت إبراهيم عليه السلام، بل أصبح في روضة، لأن الله قال كوني بردا وسلاما، لأنه لو قال بردا فقط لأهلكت إبراهيم ببردها، لكن قال وسلاما، بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وحينما وضعوه في المنجنيق ليقذفوه في هذه النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا ونعم الوكيل الذي نتوكل عليه ونسند إليه أمورنا وشكاوانا، حسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا مناسبة أن إبراهيم قال هذه الكلمة ونفعه الله بها، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين حينما بعد وقعة أحد وما جرى على المسلمين فيها من النكبة، انصرف المشركون إلى مكة بعد الوقعة، ثم بدا لهم وقالوا ما قضينا عليهم، تركنا منهم ناسا، فعزموا أن يرجعوا إلى المسلمين فيقضوا عليهم مرة واحدة، وأرسلوا رجلا منهم، إلى محمد والمسلمين، أخبروهم أنهم سيرجعون عليهم ويستأصلوهم. وقال هذا النذير للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جمعوا لكم يرجعون عليكم. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه بما فيهم الجرحى في أحد، ونزل في مكان قالوا له حمراء الأسد على الطريق إلى مكة،
ينتظرون رجعة المشركين عليهم. فلما علم المشركون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فألقى الله الرعب في قلوبهم، انصرفوا إلى مكة خاسئين منهزمين. وهذه القصة بما فيها. يقول المصنف قالها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالها إبراهيم حينما قالوا حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يقولون اخشوهم، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فنجاهم الله من كيد العدو ونصرهم، وصارت العاقبة للمسلمين. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بدل أنهم يخشونهم ويخافون منهم زادهم إيمانا، إيمانا بالله وثقة بالله، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، نحن متوكلون على الله سبحانه وتعالى، يكف شرهم عنا، فكف الله شرهم. نعم. قوله حسبنا الله أي كافينا، فلا نتوكل إلا عليه. نعم، حسبنا الله أي كافينا، يكفينا شرهم وكيدهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، الموكول إليه أمورنا، هذا توكل على الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالله جل وعلا كفاهم شرهم ورجعوا خاسرين. نعم. قوله حسبنا الله أي كافينا فلا نتوكل إلا عليه، قال تعالى أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، بلى الله كاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونك بالجبابرة والطواغيت، ويخوفونك أيها الرسول بالذين من دونه غير الله سبحانه وتعالى. نعم، ويخوفونك بالذين من دونه. نعم. قوله ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، كما قال تعالى توكل على الله. نعم. أي نعم الموكول إليه كما قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نعم، اعتصموا بالله أي توكلوا عليه، هو مولاكم، هو مولاكم الذي يتولى أموركم، وهو الذي ينصركم ويخذل عدوكم، فنعم المولى كلمة مدح، ونعم النصير الله جل وعلا، فمن نصره الله فإنه لا يهزم أبدا، وهذا ما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، نصرهم الله على الكفار ولم يتسلطوا عليهم رغم المحاولات والغزوات والتألق، ما أدركوا من المسلمين شيئا. نعم، هذه نتيجة التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. ومخصوص نعمة محذوف تقديره هو، نعم الوكيل هو مخصوص بالمدح، هو ضمير منفصل. نعم. قال ابن القيم هو رحمه أي الله، هو أي الله. نعم. قال ابن القيم رحمه الله هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه،
وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر ويجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع. نعم، هذا التوكل على الله، هذه نتائجه، هذه نتائجه وثمراته، توكل على الله. وهذا الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قلتهم، كثرة عدوهم، الناس كلهم أعدى لهم في وقتهم، كل أهل الأرض أعدى لهم في وقتهم، ومع هذا حفظهم الله من شرهم وكيدهم، ونصر محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل في الكعبة ونقاها مما في جدرانها، مما وضعه المشركون، غسلها ونقاها، خرج من الكعبة وإذا أهل مكة مجتمعون في المسجد، المسجد الحرام، ينتظرون ماذا يفعل بهم، ينتظرون ماذا يفعل بهم، لأنهم آذوه وقاتلوه وألبوا عليه، ينتظرون ماذا يفعل بهم. قال ما تظنون يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم بعدما مكنه الله منهم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. نعم، أرادوا بإبراهيم الكيد والتهديد، فالله جل وعلا كف شرهم عنه ونصره عليهم، وقال لنارهم التي أوقدوها كوني بردا، أمرها الله كوني بردا وسلاما، لو لم يقل سلاما لأهلكت إبراهيم بشدة البرد، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد. بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، عزموا على الرجوع إلى الرسول وأصحابه ليستأصلوا بقيتهم، وأرسلوا إلى الرسول من يخبره بذلك، تهديد من باب التهديد، حتى يحصل أن الرسول يخاف منهم، فما كان إلا أن قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا تضعضعوا ولا خافوا، رغم ما هم فيه من القتل والجراح وتهديد العدو، ما ضعضعهم ذلك ولا خوفهم. نعم. بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، أي الرجوع إليهم بعد أحد. نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان
فرجع إلى مكة بمن معه، ومر به ركب من عبد قيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ يقول أبو سفيان لبني عبد القيس أهل الأحساء: نعم. قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أننا قد جمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام. هذه الآية ساقها الشيخ في باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين عليهم الصلاة والسلام في الشدائد، وجاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا وقعتم في الأمر العظيم، يعني في الكرب والشدة، فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن هذه الكلمة عظيمة، فإذا قالها المسلم عن إيمان فإن الله يعصمه بها ويحميه وينصره. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. نعم، في هذا الباب مسائل. نعم. الأولى: أن التوكل من الفرائض. أن التوكل على الله من الفرائض، يعني واجب، فريضة، لأن الله أمر به في قوله: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهو واجب، وهو من أعظم أنواع العبادة. التوكل على الله من أعظم أنواع العبادة. نعم. الثانية: أنه من شروط الإيمان. إن كنتم مؤمنين، أن التوكل على الله من شروط الإيمان، فالذي لا يتوكل على الله ليس بمؤمن. نعم. الثالثة: تفسير آية الأنفال. نعم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا شأن المؤمنين، أنهم على ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه، لا يتوكلون على قوتهم ولا على كثرتهم، وإنما يتوكلون على الله مع الأخذ بالأسباب. فلا بد من الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب النافعة، فلا يقتصر على التوكل على الله ويترك الأسباب، ولا يعتمد على الأسباب ويترك التوكل على الله، بل يجمع بينهما. هذا شأن المؤمنين، يعمل الأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا شأن المؤمنين. نعم. الرابعة: تفسير الآية في آخرها. نعم. وعلى ربهم يتوكلون. تفسير الآية في آخرها. في آخرها وآخرها: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه لا على غيره، بل يعدون الأسباب ويتوكلون على الله في حصول المطلوب. وإلا الأسباب إذا لم يتوكل على الله ما تنفع. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ما نفعهم الكثرة، 12,000، ما عمر تجمع الجيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم تنفعهم كثرتهم.
فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، لأن هوازن حاصرتهم بالوادي، وادي حنين حاصرتهم، وهي تعرف الوادي وتعرف مداخله ومخارجه، المسلمون ما يعرفون. فحصل على المسلمين شدة، ولما رأوا شدة الكفار وأنهم أحاطوا بهم انصرفوا وتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بقي إلا الرسول ومعه أبو عبيدة بن عمه ومعه عمه العباس بن عبد المطلب. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم العباس، وكان له صوت جهوري، فنادى: يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، يا أصحاب الشجرة. فلما سمعوا الصوت انعطفوا عليه وأحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم الكفار انهزموا. نعم. الخامسة: تفسير آية الطلاق. تفسير آية الطلاق وهي: ومن يتوكل على الله. ومن يتوكل على الله، نعم، فهو حسبه. فهو حسبه يعني كافي. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الاعتماد على الله والتوكل على الله شأنه عظيم، مع الأخذ بالأسباب النافعة. يجمع بين الأمرين: التوكل على الله والأخذ بالأسباب النافعة الواقية بإذن الله. نعم. السادسة: عظم شأن هذه الكلمة. حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة عظيمة ولها نتائج عظيمة إذا قالها المسلم معتقدا لمعناها، فإنها حصن حصين له من عدوه، عدوه الجن وعدوه الإنس. نعم. عظم شأن هذه الكلمة أنها قول إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في قال الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم حينما ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حينما هدده الكفار: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله، هذا استنكار، هذا استنكار. أفأمنوا مكر الله، الله جل وعلا يمكر بمن مكر به أو مكر بأوليائه، والمكر هو إيصال الأذى إلى الشخص من طريق لا يعرفه الشخص، ما يدري من أين جاء، هذا المكر. والله جل وعلا يمكر لمن مكر به، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لما اجتمعوا يريدون قتل عيسى عليه السلام، لما اجتمعوا يريدون قتله وحاصروه، رفعه الله من بينهم، رفعه الله من بينهم ونجاه منهم، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. وكذلك المشركون لما مكروا بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كف الله شرهم ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. قال الشارح رحمه الله: قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب. أن الأمن من مكر الله، يعني إذا أنعم الله عليك وأعطاك ونصرك فلا تقتر بهذا وتنسى أن الله سبحانه وتعالى قد يعاقبك ويسلب هذه النعمة منك، يسلط عليك
أعدائك، لا تنسى هذا، تغتر بالنعمة وتغتر بالقوة وتغتر بالنصر، لا تغتر بهذا أبدا. قد الله جل وعلا يسلط عليك من حيث لا تشعر، وهذا هو المكر، وهذا من باب المقابلة، هذا من باب المقابلة، فعل المقابلة والجزاء، فهو عدل من الله جل وعلا. المكر عدل من الله، والمكر من المخلوق هذا جريمة، المكر من المخلوق جريمة، والمكر من الله عدل سبحانه وتعالى، من باب المقابلة. ويمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكر الله، مثل الاستهزاء، الله يستهزئ بهم، هذا من باب المقابلة والجزاء، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، يعني المنافقين، ويمدهم في طغيانهم يعمهون. العمى أشد من العمى، العمى ما يدري الإنسان وين يروح ولا وين يجي ولا يتصرف. نعم. قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي أن الأمن من مكر الله، الإنسان ما يأمن من مكر الله، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. وأنه ينافي كمال التوحيد، الإنسان إذا أعطاه الله مالا وأعطاه أولادا وأعطاه مكانة لا يغتر بهذا، بل يتذكر أن الله يبتليه ويمتحنه، وهو قادر على أن يحيط به وأن يسلبه ما عنده في لحظة واحدة. نعم. كما أن القنوط من رحمة الله كذلك. نعم، يتقابلان القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، كلاهما مذموم، فلا يقنط من رحمة الله. لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام وبشروه بالولد وقد بلغت 90 أو 100، ما جرى عيال، بشروه بالولد، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. نعم. كما دل على ذلك الكتاب والسنة. نعم، يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، يقولون المؤمن يكون بين الخوف والرجاء كالطائر بالجناحين، يكون معتدل هذا في حياته، أما إذا نزل به الموت فإنه يغلب جانب الرجاء بالله عز وجل، لأن العمل انقطع وانتهى، فيعظم الأمل بالله عز وجل: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. نعم. وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه السلف والأئمة. أي نعم. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله. لما ذكر الله ما حل للأمم السابقة في سورة الأنعام قال تعالى: أفأمنوا مكر الله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها. فهذا ذكره الله في سورة أول سورة الأنعام. نعم.
ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه. نعم، لما أعطاهم الله وأنعم عليهم نسوا العقوبة ونسوا أن الله يغير سبحانه وتعالى عليهم، نسوا هذا واغتروا بما في أيديهم من القوة ومن النعمة، وهذه طريقة خاسرة والعياذ بالله. فالإنسان لا يغتر بما أعطاه الله من الصحة ومن المال ومن الأولاد، بل يتوقع من الله التغيير. الله يغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. إنسان ما يغتر بحالته غناه وشبابه وملكه، لا يغتر بهذا، فقير، هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في سورة الأعراف، أفأمن أهل القرى أي البلدان، البلدان هي القرى، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، في الليل ينزل عليهم البلاء والعقوبة، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، يعني يلعبون بما معهم من النعمة وينسون العقوبة ويأكلون ويشربون ويضحكون ضحا وهم يلعبون. ثم قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يعني إذا تمادوا في هذا الأمر طبع الله على قلوبهم، وضع عليها الطابع فلا يصل إليها، لا يصل إليها خير ولا تنتفع بمواعظ ولا تنتفع، مطبوع عليها الطابع، إذا وضع على الكيس خلاص انختم، طبع الله على قلوبهم فلا يدخل إليها خير ولا يدخل إليها النصيحة ولا يدخل إليها، صلى الله العافية. نعم، كما قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، وهم نائمون وهم يلعبون متقابلان، النائم نائم لا يدري عن شيء، لكن اللي يلعب ويسرح ويمرح هذا متيقظ، ولكنه آمن من عذاب الله والعياذ بالله. نعم، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي الهالكون. المكر في أصله مذموم، لكن المكر إذا كان في محله فهو محمود، فهو محمود من الله عز وجل لأنه في محله، وهو جزاء على الكفر والشرك والمعاصي، فهو عدل منه سبحانه وتعالى. نعم، وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يقول هذا شيء عادي، يعني هالمصائب وهالأمور اللي تجري ما هي دليل على غضب الله، وعلى هذا شيء عادي يجري على اللي قبلنا ويجري علينا ويروح، ما هكذا يظنون. نعم، قال الحسن رحمه الله من وسع الله عليه، حسن البصري، نعم، قال من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر، فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. من وسع الله عليه وأمن أن الله يمكر به ويستدرجه فلا عقل له. نعم، قال الحسن، قال الحسن
من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، وليس عنده رأي، رأي ينفعه، بل على الإنسان أن يخاف من مكر الله. أفأمنوا مكر الله؟ لا، يخاف من مكر الله ولا يأمن ولا يغتر بما معه وما عنده من المال والقوة والشباب نعم. وقال قتادة رحمه الله: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تقتروا بالله. قال قتادة، قتادة بن دعامة الدوسي، هذا من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه، نعم. قال: بغت القوم أمر الله. نعم، بغتهم على غرة، أصابهم على غرة وهم آمنون، نعم. وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم. ونعمتهم، نعم. ونعمتهم، نعم. فلا تغتروا بالله. لا تغتروا بالله إذا أعطاكم ووسع عليكم، فالخافوا أن هذا مكر من الله وأن وراءه عقوبة، خافوا من هذا، نعم. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. إذا رأيت الله يعطي العبد، يعطيه من النعم وهو مقيم على المعصية، فليس هذا رضا من الله وإنما هو استدراج، فعليه التوبة إلى الله وعدم الاغترار بهذا. مش اللي حصل لقارون: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، مفاتح الكنوز وحدها لتنوء بالعصبة، تثقل العصبة الجماعة وللقوة، هذه المفاتيح فقط. إذ قال له قومه: لا تفرح، نصحوه، الفرح المراد به فرح الغرور، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، ما لله فضل في هذا، أنا اللي محصله وبخبرتي حصلت هذا المال ومعرفتي على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، نعم. في الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم، نعم. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، رواه. إقامة العبد على الذنب وهو يتمنى المغفرة، يتمنى المغفرة وهو مقيما على الذنب، يتمنى المغفرة الذي يستغفر الله، أما المقيم على الذنب ولا يستغفر الله هذا غرور بالله عز وجل، غرهم بالله الغرور، نعم. من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، رواه ابن أبي حاتم. الله يغفر لمن تاب ولا يغفر لمن أقام على الذنب ويستغفر وهو مقيم على الذنوب، نعم. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف: يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، نعم. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعنى، نعم. الله جل وعلا يخادعون الله وهو خادعهم، الله خادعهم جزاء لهم، الله جل وعلا لا يخدع إلا بسبب، فهم لما عصوا الله صار ينعم عليهم ويعطيهم من باب الخديعة لهم ليستمروا على ما هم عليه، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا نعم الله. نعم، يكفي، نقف، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول:
ما معنى قول علي رضي الله عنه لا يجعل عجزه توكله ولا توكله عجزا؟ أي نعم، لا يجعل عجزه توكلا. إذا عجز عن الشيء قال أنا تركته لأني متوكل على الله، توكل على الله، ولا يتوكل على الله ويترك العمل ما يعمل، هذا عجز ما هو توكل على الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف أجمع بين إحسان الظن بالله مع عدم الأمن من مكر الله؟ يقول أحسن الله إليكم: كيف أجمع بين إحسان الظن بالله مع عدم الأمن من مكر الله؟ أي نعم، لا تأخذ جانب وتترك الجانب الثاني، لازم تجيب الجانبين معا، فلا تأمن من مكر الله وتحسن الظن بالله عز وجل، تجمع بينهما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكر بعضهم تعريفا للتوكل فقال: هو صدق اعتماد القلب على الله والثقة به مع الأخذ بالأسباب، فجعل من لا يأخذ بالأسباب ليس متوكلا على الله، هل هذا القيد صحيح؟ لا، ما يكفي التوكل على الله وترك الأسباب، لازم من الجمع بينهما، توكل على الله ويأخذ الأسباب، فلا يعتمد على الأسباب ويترك التوكل على الله، ولا يتوكل على الله ويترك الأسباب، لابد من الجمع بينهما. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وكان يأخذ بالأسباب، يلبس المغفر ويلبس الدرع للجهاد، هذا من أخذ الأسباب، وهو رسول الله، لكن الله أمره باتخاذ الأسباب الواقية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول إن الله سلب النار الإحراق وغير خاصيتها حينما قذف فيها إبراهيم؟ نعم، قال لها: يا نار كوني بردا، يعني بدل الحرارة والوقود كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فسلبها الحرارة. نعم. وجعلها باردة. نعم. وهو قادر على كل شيء. نعم. وكذا قال: إن الله سلب السكين خاصية القطع حينما أمر الله إبراهيم بذبح إسماعيل. نعم، إبراهيم عليه السلام أمره الله بذبح ابنه، فذبح يعني فله للجبين، وأجرى السكين على يده لكنها لم تقطع، لأن الله منعها من القطع، وحصل المقصود وهو أن إبراهيم امتثل أمر الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: وإبراهيم رأى في الرؤيا يعني أن الله أمره بذبح إسماعيل، هذه رؤيا رآها، ورؤيا الأنبياء حق، فأراد أن ينفذ الرؤيا: إني أرى في المنام أني أذبحك، رؤيا الأنبياء وحي حق، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. شوف الابن أيضا: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ما قال تجدني من الصابرين، قال إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم لله، سلم الأمر لله وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، حصل المطلوب، صدقت الرؤيا، خلاص حصل المطلوب، ولم يبق إلا الذبح، ذبح لا فائدة فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: سمعت فتوى لفضيلتكم بعدم جواز قول والنعم بالله، أليس في قوله نعم ولا نعم بالله ولا نعم هذا اللي نعم يقول أليس في قوله نعم الوكيل ونعم النصير؟ ما قال ولا نعمة، نعمة، أما نعم لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. سمع استعجل قبل يفهم الشيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ماذا كان يقصد العباس رضي الله عنه بقوله يا أصحاب الشجرة؟ الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يوم عمرة الحديبية، وما هم منعوا الرسول وأصحابه من دخول مكة وأداء العمرة، وأرسل إليهم عثمان رضي الله عنه يتفاوض معهم، أشاعوا أن عثمان قد قتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم طالب من أصحابه أن يبايعوه على الموت، فبايعوه تحت الشجرة على الموت. فهذه الشجرة، نعم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صار الناس يتبركون بهذه الشجرة، لما رآهم عمر يذهبون إليها ويتبركون بها قطعها رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول حسبي الله على فلان؟ يقول: ما حكم قول حسبي الله على فلان؟ إن كان فلان قد ظلمه وقال حسبي الله عليه من باب إنه إن الله ينتقم منه مقابل ما ظلمه، فلا بأس بذلك، ولكن العفو والمسامحة أحسن من الدعاء عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وهو في المحبة، وبعده ذكر باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه وهو في الخوف، والباب الذي يليه قال: باب قول الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولم يذكر بابا في الرجاء. نعم. يقول: ولم يذكر بابا في الرجاء، وذكر بدله باب في التوكل. هو لازم يذكر كل ما تريد، وذكر الأبواب المناسبة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل من لم يقل حسبنا الله ونعم الوكيل ينتفي عنه أصل الإيمان أم كماله؟ يقول: من لم يقل حسبنا الله ونعم الوكيل، أو من لم يؤمن بحسبنا الله ونعم الوكيل، يقول هل ينتفي؟ إذا لم يؤمن بحسبنا الله ونعم الوكيل ينتفي عنه الإيمان كله، يكفر بهذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الخوف على الأبناء والتفكير بهم حال غيابهم من باب الشفقة عليهم ينافي التوكل؟ لا، ما ينافي التوكل، هذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي، ما الإنسان يخاف من السبع، يخاف من العدو، يخاف ولا يضر، هذا خوف طبيعي له. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قول الله تعالى: والله خير الماكرين، هل المكر من صفات الله؟ أي نعم، المكر من باب المقابلة، جزاء، هذا جزاء وعدل منه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الاعتقاد بعقيدة الماتوريدية؟ إيش؟ يقول: ما حكم الاعتقاد بعقيدة الماتوريدية؟ ضلال، عقيدة الماتوريدية ضلال، مثل عقيدة الأشاعرة الكلابية. نعم، فيها ضلال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل المؤمنون يرون الله تعالى في الجنة بذاته؟ نعم، يرون الله عيانا بأبصارهم كما يرون القمر، هذا في الحديث، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، هذا في الحديث الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول:
ما الفرق بين القدر الكوني والقدر الشرعي؟ ما هنا قدر شرعي، قدر كوني. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أظنه يقصد الإرادة، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في مسجد قريتنا قبور وليس في القرية مسجد سواه، هل يجوز لي الصلاة فيه؟ لا، لا تصلي به، اجعلوا لكم مسجد فيه حارتكم وصلوا فيه، ولو لم تبنوا يكون ساحة مثلا تحتجزونها وتصلون فيها إلى أن يتيسر لكم مسجد ليس فيه قبر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول كيف الرد على من يقول بأن عيسى عليه السلام قد مات، وهو يستدل بقوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم؟ ما هو موت هذا، توفي، توفي يعني قبضه، قبض، ما هو موت، مثل النائم، النائم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم، هذا النوم وفاة، وفاة صغرى، هذا ما هو موت، يعني خروج الروح، الروح باقية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم الاشتراك مع بعض الجماعات للدعوة؟ ما فيه إلا جماعة واحدة يا إخوان، جماعات والحزبيات لا خير فيها، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، جماعة واحدة هم أهل السنة والجماعة، ما فيه غير أهل السنة والجماعة على الحق المحض الذي لا لبس فيه، بقية الجماعات عندها أخطاء، عندها ضلالات، ولكنها ليست على حد سواء، منها ما هو قريب ومنها ما هو بعيد، لكن ما في الإسلام جماعات، ما فيه إلا جماعة واحدة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما صحة حج من حج بمال التوسل، بمال التسول؟ إيه؟ يقول ما صحة حج من حج بمال التسول؟ بمال إيش؟ التسول. تسول؟ نعم. لما حصل عنده ملكة يحج منه، إذا كان يريد التورع ويختار مال ليس فيه شبهة أحسن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم إخراج زكاة مال الإبل، زكاة الإبل بالمال النقدي؟ ما حكمه؟ إخراج زكاة الإبل بالمال النقدي. إيه هو العمل على هذا، العمال اللي يخرجون لقبض الزكاة أصحاب الإبل يأخذون دراهم، يقومونها بما تساوي ويأخذونها دراهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز أن أعطي أخي من زكاة مالي ليؤدي عمرة الإسلام، علما أنه ليس بفقير؟ ليس بفقير. حاضر، ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم، هذا مال الزكاة شيخ، يعطيه من مال الزكاة، ما هو من ماله هو؟ لا، الزكاة ما تعطى للغني، لا تحل لغني. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، الصدقات للفقراء والمساكين على ثمانية في الآية، ما تعدها الثمانية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا تم طلاق الزوجة أمام أحد الحكومات الغربية بالأوراق فقط دون الطلاق الشرعي، وهو ما يسمى عندهم بالطلاق المدني، يقول هل يقع الطلاق شرعيا؟ أي نعم، إذا تلفظ بالطلاق وقع، إذا تلفظ به أو كتبه
أو كتبه فإنه يقع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة إلا إذا كان مكرها، إذا كان مكرها على الطلاق فلا يقع، لا طلاق في إغلاق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة من فرنسا تقول أصيبت بسحر التفريق وهي مطلقة وتريد الزواج، تقول هل يجوز أن أكتم حالتي الصحية أثناء الخطبة؟ لا، هذا غش، تبين للخاطب ما فيها، فإذا قبلها الحمد لله، إذا لم يقبلها فهذا من النصح في التعامل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول ما حكم لبس المرأة المحرمة قبعة واسعة وتضع شيئا على وجهها يغطي وجهها علما أن حولها رجال أجانب، تقول في الطائرة أو في الحافلة؟ تلبس ما تلبسه النساء، نساء بلدها، تلبس ما يلبسه نساء بلدها ولا تلبس القبعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل لبس ملابس أهل بلدي في بلد آخر يعتبر من التعصب؟ هذا اللباس هذا من المباحات، وإذا كان إنك في بلد يستنكرون هاللباس هذا يصير شهرة، لباس شهرة، لا تلبسه، البس لباس البلد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أحب جميع الأنبياء والرسل وأحبهم عندي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المرتبة الثانية، يقول هل ترتيبهم بهذه الطريقة جائز شرعا؟ تحبهم يكفي يا أخي، تحبهم يكفي، أما هذا الترتيب ما له داعي، تحب جميع الأنبياء والمرسلين وتؤمن بهم جميعا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول يعقد في بعض الحلقات في كل فصل دراسي، يقول يوم يسمعون فيه ما حفظوا فيه كاملا، ما حفظوه كاملا من بعد صلاة العصر، من قبل العصر إلى بعد العشاء، يقول هل هذا جائز؟ لا بأس بذلك، هذا مما يعين على الحفظ وعلى ضبط القرآن، ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سؤال من فرنسا، يقول أم زوجته مريضة مرضا لا يرجى بره ولا تقدر على العمل، وتحتاج إلى مساعدة ابنتها وهي زوجته، وترفض الخروج من فرنسا، يقول هل يجوز لزوجتي البقاء معها في فرنسا؟ إذا أذنت لها، إذا أذنت لها يجوز. نعم. ساعدها جزاك الله خيرا، اسمح لها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول مع وجود بعض المنكرات الظاهرة يقوم بعض طلبة العلم والدعاء بإنكارها وبيان الحق ونشر فتاوى العلماء في مثل هذه المنكرات دون التعرض لولي الأمر، ويقوم بعض طلبة العلم بالإنكار عليهم ويقول دعوها للعلماء، فما الصواب في هذا؟ هذا بينه الله جل، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا لأهل السلطة، لأهل السلطة باليد، لمن لم يستطع فبلسانه، هذا لمن ليس لهم سلطة يبينون للناس إن هذا حرام وإنه لا يجوز، ويدعونهم إلى تركه باللسان فقط، هذا شأن الدعاة، فمن لم يستطع فبقلبه، ما عنده سلطة ولا عنده علم ما يستطيع يبين للناس، ممنوع إنه يبين للناس إنه يدعو إلى الله، إنه هذا يكفي إنه ينكر المنكر بقلبه ويعتزل أهل المنكر ومكان المنكر، يبتعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم
الرياء في أمور الدنيا، كأن يظهر الموظف اجتهادا إذا كان بحضرة رئيسه في العمل. ما يجوز هذا، هذا من الأمانة في العمل، من الأمانة في العمل ومن الدين. هذا لا يجوز أن يظهر الجد والاجتهاد بحضور المسؤول، وإذا ذهب المسؤول يتساهل في العمل، ما يجوز هذا. العمل في ذمته مطلوبا منه سواء حضر المسؤول أو ما حضر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: عرف بعضهم الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، يقول هل هذا التعريف كامل بحصره لا تغير، جب التعريف اللي عليه المسلمون ولا تغير الألفاظ. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يسعك ما وسعهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم قول الله عند التعجب؟ لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: دخل إلى الصلاة، يقول وهو متأخر عن الإمام، يقول يعني مسبوق، يقول متأخر عن الإمام بركعتين، وعندما سلم الإمام قام فصلى ركعة واحدة ونسي أنه قد فاتته ركعتين ولم يتذكر إلا بعد خروج وقت الصلاة، فماذا عليه؟ يعيد الصلاة، يعيد الصلاة من أولها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز لنا أن ندعو الله ليشفي الكافر أو لشفاء الكافر؟ ما أعرف في هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يجب الجهر للإمام إلا للتعليم. يقول: لا يجب الجهر للإمام إلا للتعليم. يقول: ما حكم الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبات بناء على هذا؟ السنة الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبات، بالذكر الوارد، الذكر الوارد بعد الصلوات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم وصف بعض العصاة بقوله فلان العاهر أو الفاجر أو العربيد؟ لا يجوز التعيير بالمعصية، بل عليه أن يناصحه وأن يستر عليه، إن ستر مسلما ستره الله دنيا والآخرة مع دعوته ونصحه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما شروط وموانع التكفير؟ تكفير ما ينبغي إنه يكون على ألسنة الناس، وعلى التكفير إنما يكون لأهل العلم والبصيرة، هم الذين يتولون هذا. نعم. وأما عامة الناس وطلبة العلم غير المتمكنين والمبتدئين لا يجعلون التكفير ديدنهم على ألسنتهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للمسافر الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ لا 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 يجوز هذا، صادر في فتوى بمنعه، لأنه صلاة العصر ليست من جنس الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف نوفق بين ركنية الفاتحة في الصلاة وبين صحة ركعة المسبوق الذي أدرك الركوع مع الإمام؟ تسقط عنه، أسقطها الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أنه حصل منه جماع في نهار رمضان وتاب إلى الله ولا يستطيع صيام شهرين متتابعين لأنه يعمل كموزع للبضائع على السيارة من الفجر إلى الليل،
يقول فهل ينتقل إلى الإطعام؟ نعم، ما فيه إطعام، ما فيه إطعام، فيه القضاء، يقضي ما تركه من الصيام، وإذا لم يستطع في وقت آخره إلى وقت آخر، وقت القضاء موسع الحمد لله، ولا يأخذ إجازة، يأخذ إجازة قدر الأيام التي يصومها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول رجل أعطى زكاة الفطر لشخص ليخرجها عنه، ولكن هذا الموكل يقول لم يخرجها إلا بعد صلاة العيد، فهل تبرأ ذمة الرجل الأول أم لا؟ إيه نعم، إذا أخرجها تبرأ ذمة الرجل الأول، إذا كان أنه ناسيها وأخرها نسيانا فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم علاج المرأة عند طبيب رجل يقول للحاجة؟ إذا لم يوجد غير من طبيبات النساء والمرأة متضررة فلا بأس بذلك، هذه ضرورة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم زيارة القبور للنساء؟ حرام، ملعونات، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، في رواية لعن الله زائرات القبور، لا يجوز للمرأة أن تزور القبور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا وجد بللا على ثيابه بعد الاستيقاظ من النوم ولا يعرف هل هو مني أو مذي، فماذا يفعل؟ يغسله من ثوبه، والحمد لله يغتسل هو، لأن قد يكون احتلم ولم يشعر بذلك، فيغتسل ويغسل ما أصابه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل تسقط صلاة الجماعة على من ابتلي ببخر في الأنف في الفم؟ إذا كان يتأذى به من حوله فإنه تسقط عنه صلاة الجماعة، يصليها في بيته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا سننت مثل أكل البصل منعه النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا سننت في الإسلام سنة سيئة وتبت بعدها، يقول هل أحمل أوزار من اتبعني فيها؟ بلغهم أن هذا خطأ وأني ارتكبته خطأ فاتركوه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم الكلام في عرض معاوية رضي الله عنه؟ صلى الله العافية، معاوية صحابي جليل وأمير المؤمنين، ولا رأى المسلمون منه إلا الخير، فلا يجوز الكلام فيه، في صحابي جليل وأمير المؤمنين، ولا حصل منه إلا الخير والوقوف في وجوه المبتدعة. نعم. الوقوف في وجوه الخوارج. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.